السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتورة غادة رسلان، دكتوراة واستشاري الأمراض الجلدية والليزر والتجميل بمستشفى الخوض المنصور التعليمي في القاهرة. والنهاردة هكلمكم عن علاج حب الشباب. حب الشباب طبعا المشاكل الشائعة عندنا والحاجات اللي احنا دايما بنشوفها كتير جدا في العيادة، سواء بقى البنات أو الولاد، وكمان حتى ايفن السيدات الكبير، يعني ممكن يكون يظهر في سن كبير شوية يعني 30 وما بعدها، اللي هو بنسميه أكني فورم إرابشن. طبعا العلاج بيختلف باختلاف نوع حب الشباب، لأن حب الشباب أنواع كتيرة جدا، وباختلاف الآثار الجانبية أو المضاعفات اللي حاصلة نتيجة حب الشباب. يعني مثلا ممكن نبدأ بالعلاج بالمضادات الحيوية. بعض الحالات ممكن نحتاج ان احنا ندي حاجة زي الايزوتروبين او اللي هو الفيتامين اي، السينتيتك فيتامين اي المصنع. في حالات بنحتاج ان احنا نعمل لها ليزر، سواء احنا هنشتغل بالياج ليزر عشان الحبوب النشطة او بالفراكشنال ليزر عشان الندبات. وطبعا العلاج بتاع الاثار، ممكن طبعا الكريمات للبقع اللونية، ممكن برضو نعمل تقشير او ليزر للاثار اللونية، والندبات دايما بيبقى علاجها العلاج بالفراكشنال ليزر. ومن ضمن الاسباب المهمه اللي احنا بنشوفها اليومين دول برضو لحب الشباب واللي يمكن كثره اليومين دول، لبس الماسك لفترات طويله. طبعا احنا لازم نلبس الماسك عشان نحمي نفسنا، بس ده بقى بيخلينا نشوف ظهور حب الشباب بشكل مبالغ فيه في الاماكن المغطيه بالماسكات، وفي سن يمكن اكبر شويه من المعتاد. وان شاء الله ده يعني نلقاكم دائما في صحة وعافية، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله لكم مني أطيب المنى، ودمتم دائما في أحسن صحة وعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.